صباح الخير لكم أصدقائنا المشاهدين مجددا، أهلا وسهلا فيكم بها نهار. نحن ابتدينا هلأ وراح نضل معكم مباشرة على الهواء لتمام الساعة 11:30 إذا الله راد بتوقيت بيروت. لما بنحكي عن الزرع، لما بنحكي عن البلانتيت، لما بنحكي عن السلة، أكيد بننتقل مباشرة لنكون باتصال مباشر ولايف مع مروان حيدر خبير زراعي. اليوم بده يحكينا شوي عن السلة، وبنرجع كمان بنحكي نحن ومروان عن نبتة من اختياره أو بلانت بده يخبرنا عنها. صباح الخير لك مروان. عوافي بونجور، كيفك صحتك؟ الحمد لله الحمد لله ماشي الحال. مروان، يعني مثل ما تعودوا علينا اصدقائنا المشاهدين، اول شيء رح نحكي شوي عن السله الغذائيه، وبنرجع بنحكي نحن وياك عن نبته او عن بلانت بتحب تخبرنا عنها. بنبدا معك مع السله الغذائيه، شو جديده؟ اليوم السله بعدنا بذات الطريقه، عم نجدد نعمل اشياء مهضومه. بدنا نقول رمضان كريم لكل اللي صايمين وللي عيد رمضان لقلون، وحبينا نعمل اليوم سلة خضرة. هي سلة رمضان سميناها، سلة خضرة مؤلفة من كذا أصناف خضرة وحشيش، مع كل سلة بيطلع لهم سلة، والسلة حقها 10,000. اليوم بدك تعطيني سلة رمضان. السلة اللي عندنا مثلا مثل سلة الفتوش، فيها بقلة، فيها بقدونس، فيها فجل، فيها روكا، فيها زعتر، فيها نعنع، فيها بندورة وخيار وبصل. هاو سليل يلي بنعملهم كل يوم، بنعمل سلة كوسة، بنعمل سلة قرنبيط. هي سلة الفتوش يلي كل الناس بتاخدها من عنا. هي سلة القرنبيط يلي كمان فيها قرنبيط كبيرة، قطع كبيرة، مع نعنع، مع بطاطا، مع بندورة، وبيجي كمان مع بصل. كمان هاو سليل كلهم بسعر 10,000، بيقدروا ياخدوها من عنا ببيت الزراعة بأم الياس. بس سلة رمضان يلي عاملينها هي سلة كتير مهضومة، في بقلبها نعنع وبقدونس نعنع وبقلة وبقدونس وفجل وروكا، وكمان فيها زعتر وفيها ربطة بصل. هيدي السلة كلها ب10,000، بس يلي بياخدها بياخد وحدة تانية معها، هيك بتكون وقفت السلة ب5,000 ليرة، يعني كل سلتين ب10,000. هي بس بمناسبة رمضان الكريم، يعني إن شاء الله بينعاد على الجميع ويكون الصيام مبارك. نعم مروان، هون بس لو قطعتك لو سمحت، البازيلا سلة فيها كيلو كمان ب10,000. لو سمحت قطعتك، بس هلا يعني بنلاحظ اكيد بلش يدفع شويه طقس، يعني بدها تبلش الشمس تزورنا اكثر، درجه الحراره الى ارتفاع. ما بتخافوا على هالخضره لتدبل؟ لان انا بعرف الخضره كثير فراجيل، يعني هي والفواكه بس بلوتو الخضره اكثر، يعني ما بتخافوا من هيدا الموضوع انه تدبل؟ وشو بدكم تعملوا، وين بدكم تحطون؟ سؤال جدا بمحله. نحن بفتره اللي بلشنا فيها من سنه، بتعرفي كان في كونفينمون، عجقات سير، ما في يعني نقدر نوصل على البيوت بطريقه كثير سهله، كنا عم نوزع على كل لبنان. هلا لما فتح البلد صار في عنا عجقات سير كثير قويه، يعني الشخص اللي بده يصف سيارته ما عم يلاقي محل يصف، الدرايفر بده يطلع مثلا على طوابق ما فيها اسانسور، عم تاخذ وقت، وعم يرجع يعلق بعجقه سير قويه. امبارح كان عنا، من يومين كان عنا نزله على بيروت كمان عم نوزع، علقنا على جسر تقريبا بحدود الساعه وربع بفرد محل، يعني عم نقلب قلبي. مشان هيك وقفنا توزيع الخضره هلا بهالمرحله، رح نرجع نوزع بس مونه، يعني كل شيء مربيات، زعتر، كشك، سماء، كل هالمنتوجات البيتيه بنقدر نوزعها، لانه اليوم اذا حدا طلبها فينا نبعث له اياها ثاني نهار او نبعثها بزيت النهار، ما في مشكله ابدا. بس الخضره وقفنا توزيع جزء من وراء تأس الشوب، من وراء عجقات السير، لنشوف اذا بنقدر نلاقي اليه احسن بنقدر نوزع كل المناطق، لانه قررنا نعمل هالست سيارات اللي عندنا اياهم، نبعت كل مره على زيت المحل هالست سيارات، لقينا كمان عندنا مشكله عجقات السير، عم يعني لو قسمنا المناطق عم توصل البضاعه شوي تعبانه، لكن قدرنا نجهز حالنا بشي براد، سيارات مبرده بركي بيكون احسن، بس فيها شوي كلفيه عاليه، مشان هيك عم نجرب نقدر نشتغل طريقه ثانيه، بس ببيت الزراعه بأنت الياس اللي بحب يجي ياخذ خضرته من عندنا بيكون احلى نوعيه. بحب اقول بس منتوجاتنا سحر، هي كلها منتوجات بيتيه، كل المدامات بيعملوهم بالبيوت، ما عندنا مصانع، ما عندنا معامل، ما عندنا اشياء بنجيبها من برا، كل هالمنتوجات بيعملوها ستات بيوت ببيتهم. كان عندنا الكعك مثلا، كعك البوسفير، الكعك على تمر، كل اصناف الكعك عندنا تقريبا بحدود 18 صنف
بنعمل بالبيوت نوعيه جيده جدا وطعمه جيد جدا، حتى بنجيب كبه لقطين مقليه وكبه لقطين مشويه كمان الناس كثير حبتها، وكمان ستات بيوت عم بيعملون عندهم ونحن عم نسوق لهم اياهم. من هالمنطلق بلشنا اكيد عبر شاشة لو تي في، يعني باجندا وبيوم جديد الناس كلها صارت تعرف المنتوجات اللي عم نعملها، المزارعين عم يجوا يعطونا بضاعتهم، نحن عم نبيع لهم بضاعتهم بسعر كثير منيح. الخضره ما بنربح فيها ابدا ابدا ابدا، فيهم يعرفوا السله شو فيها كميات وقد ايه حقها، بيعرفوا قد ايه الفرق وقد ايه بيوفروا بالسوق، بس انا ابدا ما عم ضارب بيت الزراعه، ما بضارب حدا، هي منتوجات عم نجيبها ونسوقها دغري، ما بنضارب فيها لانه عم ناخذها من المزارعين ديركت. بينما المنتوجات الناس اللي بتعملها ببيوتها كل مره عم يكون عندنا اصناف جديده، عندنا العسل مثلا كثير مطلوب عندنا نوعيه جيده جدا، عندنا الزعفران، الكشك، دبس العنب يلي كان فتره قليله الناس اللي عم يطلبوه لانه ما بيلاقوه بالهين، نحن عم نجيبه من منطقه عيط الفخار، يعني كل هالمنتوجات اللي عم نجيبهم كان الرب البندوره ورب الحر فتره طويله اشتغلنا بعنجر، نجيب من عنجر لعنا طعمه رائعه وشغل كثير حلو، فمن هالمنطلق هيدي هي المونه ببيت الزراعه، اسعارنا كثير حلوه اكيد، النوعيه سوبر رائعه، كل عم ياخذها عم بيعرف شو قيمتها، وكثير ناس عم بيطلبوا لبرا سحر، يعني عم بياخذوا على كندا، على فرنسا، على امريكا، وفي كثير ناس بيتلفنوا بيحجزوا سليل بيعطونا عناوين بنوزع لهم اياها، وبيكونوا هن عم بيوزعوها انونيم، ما عم بيقولوا اساميهم، بنقول لهم يعطيهم الف عافيه وبنشد على ايدهم، بنقول لهم يعني ان شاء الله تضلها هيك على طول همتهم، للناس كلها تكون عم تشتغل والناس كلها تكون عم توصل خضرتها على بيتها طازه ونوعيه منيحه. انا هذا اللي حبيت اقوله عن الخضره، بحب اذكر انه كمان صار في عنا بيقدروا يجوا ياخذوا من عنا بالكيلو او بالكميات، يعني ما بقى بس محصوره مثل قبل بسله الخضره، صار فينا نعملها بكميه كبيره، يعني بيجي حدا بياخذ 2 كيلو 5 كيلو قد ما بده في عنا موجودين. فمن هالمنطلق بنقول نحن خضرتنا دائما طازه، ولكل شيء منتوجات عم بيكون شغل بيوت. بدي اقول ميرسي لكل الناس اللي عم تلفن وتاخذ، لكل الناس اللي عم تجي لعنا وتاخذ، وكمان للناس الموجودين ببلاد برا، هو عم بيريحونا كثير، يعني بيبعتوا فريش ماني بحطوا طلبياتهم ونحن عم نبعث لهم اياهم لبرا. هيدا اللي حبيت اذكره سحر قبل ما نحكي عن هالزهره الحلوه اللي قدامنا، واذا في اي سؤال عن المونه قبل ما انتقل على الزهره. يعني بس بدي حييكم مروان، بدي حييك لأنه فعلا عدد كبير من السيدات القاطنين بقرى بعيدة عم تفتحوا لهم المجال أنه يشتغلوا، عم تفتحوا لهم المجال أنه يعطوا، عم تفتحوا لهم المجال أنه يصير عندهم وارد مادي، وهيدي شغلة كتير مهمة لأنه نحن عم نحكي هلأ بظروف اقتصادية صعبة، فيعني منشد على إيدكم وإن شاء الله تضلوا بهالهمة، وإن شاء الله إن شاء الله تضلوا قادرين تسوقوا منتوجات السيدات يلي بحاجة فعلا إلى تسويق هالمنتوجات. احنا الفكره كلها كانت نجيب الضيعه نحطها بقنط الياس ببيت الزراعه ومنتوجات الضيعه تتوزع من عنا، يعني بلا ما يتعذب الشخص يروح على مناطق بعيده، هيك هالاشخاص اللي قاعده بهالمناطق البعيده بيشتغلوا ونجيب من عندهم، حتى الناس اللي قاعدين ببيروت وعم بيشتغلوا هالطريقه يلي كانوا يعملوها بضياعهم كمان عم نجيبها ونجمعها عنا، يعني اذا بقول لك قد ايه في عنا اصناف صار ببيت الزراعه وقد في عنا كميه ناس هيلي عم تيجي تساعدنا، مش نحن عم نساعدهم، هن عم يوقفوا حدنا مش نحن عم نوقف حدهم، بنقول لهم ثانك يو، يعني صارت كميه الناس كثير كبيره وعم نقدر ناخذ منهم كلهم والكل عم بيكون مبسوط. راح انتقل على شتله الاوستيو. نعم. الاوستيو سبيرموم شتله كثير حلوه، عم بجرب دوي شوي على الزهور يلي بتنزرع بهالايام، يعني كمان يكون سعرها مقبول ونقدر نحن ما يكون بدها كثير اعتنا، اذا نسيناها بلا مي ما تموت الشتله، واذا ما كان بدنا نشتري لها كيماوي شتله ما بدها كثير كيماوي وما بيجي عليها كثير حشرات. رح اشرح عنا هالشتله اللي هي بسموها كثير فكروها كثير مارغوريت، بس هي مثل المارغوريت، يعني اذا فينا بسموها المارغوريت الافريقيه، هي اساسا من افريقيا، بس الحلو فيها باردون الحلو فيها هالشتله بتتحمل ساحل للجبل لحدود، يعني اذا سقعة ناقص خمس درجات ما بتموت الشتله، بتتحملها مرتاحه، تحت الخمس درجات في خطر عليها انه تموت. الالوان اللي فيها كثير حلوه، عندنا اللون الموف وابيض مثل ما شايفين، نعم، وعندنا كمان اللون الموف يلي على الحل
كمان لون كتير حلو، عنا الأبيض لحاله، عنا الأصفر، عنا الزهر، يعني كل هالتشكيلة أي شخص حابب يزرع بجنينته تشكيلة حلوة ألوان زاهية بيقدر يزرع. الحلو بهالشتلة أنه ما بدنا نغيرها كل سنة، بتعيش عنا فترة طويلة، الورق تبعها ما بهر، دونك صار عنا شتلة صيف شتاء خضرة منا ما بتيبس يعني بالشتوية ومضطرين نغيرها. هيدي واحد من الاشياء من يلي منفتش عليها بس كون بدنا نزرع تما ندفع مصاري على الفاضي ويروح الزرع ديعان. التربه يلي بتزرعيها فيها اي نوع تربه بتصلح، فينا نحط لها التيرا جرين يلي هو التربه جاهزه للزرع، فينا نحطها مع تراب عادي ونزيد لها شويه رمل لانه بتحب التربه الهشه تيما تشلشها مزبوط، ونقدر نزرعها بأحواض، نقدر نزرعها على البلاكين، نقدر نزرعها بجنينة بمسيفات عالية بيطلع شكلها كتير حلو. هلأ كيف بنزرع الأوستيو؟ نقدر نجيب البذر تبع الأوستيو مثل ما شايفين بهذا المغلف، نقدر نجيب لحتى فرجيك الصورة تبين مزبوط، ولا هيدا مغلف بذر أوستيو، رح فرجيكم البذرة تبعها، هي هينة كتير زراعتها، نقدر نعملها بالبذور، بنحط البذر بقلب صواني مثل ما شفنا بذرتها كتير كتير كريمة، يعني المغلف اللي فيها كتير كريم فيه كتير بذر. نقدر بهالصينية قبل ما نزرع بنرشها مي، بنرش عليها مي لهالصينية وبنرجع بنحط البذر هيك بهالطريقة، بنكون ما غرقنا البذره لما زرعناها. نعم فوالا، حنرش البذرات بطريقه سريعه واكيد بنرجع بنغمقهم شوي صغيره وبنرجع بنسقي مره ثانيه، وبدنا نحطها بمحل حراره فيها بين 18 وال 23 درجه تيصير في عنا انبات، بس يصير في عنا انبات بنقدر ننقلها على بو اكبر ونزرع فيها. هلا اذا قررنا نزرع دغري بقلب الحوض نقدر نزرع دغري بحوض مثل هيدا. اذا بدنا نكتر منها للشتله بدون ما نشتري البذر نقدر نكتر من الشتله ديركت، بدنا ننقي شتله اول شيء تكون البورجون تبع الجزع تبعها ما فيه زهره، هون في عليهم ازهار، بننقي شيء بننقي شتله صغيره ما فيها زهره مثل هيدي. إذا في بقلبها طبق بنشيله، بس هيدي ما فيها طبق، بنشيل الورق تبعها وبنقصها بهالطريقة الورد. بنخلي عليها بس ورقتين ثلاثة مش أكثر، وهول ورق فينا نقصهم لما ياخذوا كثير رطوبة، صار عندنا هيدا الشكل. يعني بهالطريقة نقدر نحن نرجع نزرعها بالتراب. نعم نزرعها بالحوض صح، نزرعها دغري ببو مثل هيدا، واكيد نسقي مي دغري. اللي فينا نعمله بنقدر نجيب قنينه بنقصها وبنحطها فوقها حتى ما نضل نعرضها للمي، هي بتعرق وبتسقي حالها بحالها. بهالطريقه بيكون صار عنا شتله جاهزه، بنكون وفرنا حق بذور، وفرنا حق يعني مغلفات، ونرجع نزرع بكميه كبيره. نعم مروان، هيدي الاوستيو الحلو فيها بتتحمل شمس، فينا نزرعها بالشمس تتحمل نصفي. كان بدي اسالك قد ايه بدنا نسقيها بالجمعه بالاسبوع كم مره بنسقيها، واذا بنحطها وسط بين شمس او في كيف بتفضل، وبتعيش كل الربيع؟ صح مزبوط، بتعيش من بتزهر من شهر نيسان لشهر اكتوبر بتضلها مزهره، وحتى نوفمبر بتضلها مزهره. سالتيني على طريقه السقايه، سؤال كثير كثير لذيذ ومخدوم. هي شتله بتتحمل عطش كثير، يعني فينا نتركها جمعه 10 ايام بلا مي. وقت اللي بدنا نسقيها بنطلع بالورده، اذا لقينا الورده عملت كورب هيك ماليت ساعتها فينا نحط لها مي، طالما هي مجلسه ما فينا ما نحط مي ونتركها بلا مي. دونك بس بدنا نسقيها بنطلع فيها، وقت نلاقيها وهيك عامله مثل كورب صغيره دبلانه شوي بنحط لها مي، بترجع بتمشي حالها بطريقه كثير حلوه. الحلو بالاوستيو اذا ملاحظي كل الشتل لما مزروعه بالبو وكل الزهور على ذات المستوى، يعني مش انه وحده طالعه من تحت وحده طالعه من فوق، كلها على ذات المستوى، اذا بدنا نحطها بحوض بيطلع شكلها كثير حلو وموديلها كثير مهضوم. يعني كيف ما شلنا الحوض
حنلاقي كل الزهور على ذات المستوى طالعين. هلا لما يكون عندنا شتل دبلين، الزهره دبلانه، يستحسن انه نشيل الزهره الدبلانه مثل هيدي الزهره دبلانه. اوكي. يستحسن انه نشيلها لانه بتروح المويه على الفاضي، ودائما بس ننقلها وتكون بعدها شتله صغيره، يعني مثل هالشتله. هي شتله بعدها صغيره، بس ننقلها اول زهره زهرتين موجودين فيها بنقصهم وبنشيلهم تنعمل حافز للشتله تعطي المويه اكثر وتكبر بالحجم وتكبر بالورق. بهالطريقه بنكون عم نحافظ على الاوستيو. صح. الحلو بالاوستيو يلي هي مش موجوده بغير الشتول، الوانها زاهيه كثير مثل ما ذكرت، بتحمل بتزهر من نيسان لشهر 10 11، والحلو اكثر من هيك انه ما بيجي عليها امراض، يعني المن والسوسه والدوده ما كثير بيرغبوا ورقه الاوستيو، دونك ما في داعي نرش دواء، ما في داعي نعرض حالنا لادويه كيميائيه نرشها ونأذي حالنا، بس اذا كثرنا عليها مي بصير في عليها مشاكل فطريه، وهي شتله بتتحمل عطش كثير. إذا إجى عليها الرمد من وراء التأس، إذا كنا زارعينها بمناطق عالية، شفنا في عليها رمد على الورق، نقدر نرشها بس للرمد، ما عم سحر. في كتار بعينه من هيدي الحالة، يعني بس يزرعوا بلانت سحر عم بسحر. إيه، بس يزرعوا بلانت أو زهرة حلوة، بعد شوي بتبلش تموت، بيكتشفوا إنه إجى المن عليها أو انصابت أو صار اللي صار، فكتار بيجيبوا الإيزي، أنينة الإيزي بفضوها، بحطوا بقلبها فليفلة أو فلفل مطحون مع مي وبرشوها، إنه على أساس هذا الشيء بيقتل المن، إلى أي حد هيدي الطريقة مضبوطة؟ صح. مظبوط، فيهم يعملوا طريقتين، فيهم يجيبوا المرشي العادي ويحطوا شوية نقطة صابون سائل، نقطة صغيرة وبرشوا عليها، الصابون السائل بيعقس الحشرة وبيخليها تفل، وبالفليفلة الحرة بيقدروا يهرموها وبدهم ينقعوها على القليلة 4 أيام بالماي، وبيرجعوا بعدين الماي اللي انقعت فيها بيحطوها بمرشي، بصفوها، بحطوها بمرشي وبرشوا على الزهر على الشتله، هيك بهالطريقه كمان الحر بيأذي الحشره ما بتقدر تتحمله، بتفل، هي ما بتقتلها بتفللها. فبهالطريقه لما يفل الحشرات ما بقى في بيوض جديده عم تفقوس، بنكون حلينا مشكله كبيره. انا دائما بفضل يستعملوا هالطريقه على انه خاصه الناس اللي ببيوتها عبلكينا يستعملوا هالطريقه احسن ما يستعملوا المبيدات، يعني الدواء الكيميائي. بس الطريقه اللي بدهم يرشوا فيها بدهم ينتبهوا كثير، انه وانس بدهم يرشوا صابون سائل ما يكتروا، لانه الصابون السائل معمول من صوت كوستيك، وصوت كوستيك بيحرق الورق، مشان هيك بدهم يحطوا نقطه صغيره بليتر مي كافيه انه تعمل اللازم وتشيل الحشرات عنا. هلا في كثير اشياء ثانيه مثل شتت الريس الموجوده عنا بجنينات، بيقدروا ينقعوها لمده جمعه وبعدين يشيلوا المي ويصفوها ويرشوا منها، بيكونوا كمان اخذوا نتيجه منيحه. مروان برجع على الاوستيو، شتله منا غالي كثير، اذا بدنا نزرعها احنا. سوري في لاندلي صوت، شو بتحب تقول ككلمه اخيره عن الاوستيو وعن الأوستيو السله هيك ختام؟ صح. الاوستيو بتنزرع بعيدة عن الثاني بين 30 وال 40 سنتي، والعلو تبعها من 20 لماكسيموم 50 سنتي، دونك اذا حدا بده يزرعها تيعرف قد ايه بتعلى لما تسكر له وجهها، او اذا بده يحطها وحده حد الثاني تيقدر يزرعها، وبيقدر يحطهم بهالطريقه بهيدا الحوض، اذا حطينا بهيدا الحوض الطويل فينا نحط بقلبه ثلاثه تنفترض بنكون عملنا اللازم، بنكون عملنا شغله على البلكون حلوه كثير وتنزرع. هلا بالنسبه للسله، انا بقول نحن دائما مكملين بالسله، مكملين بالطريقه اللي عم نشتغل فيها، مهما غليت الاسعار سحر، نحن بعدنا محافظين على الكميه اللي عم نحطها، لبل عم نزيدها، هذا تحدي لنا، تحدي بيننا وبين حالنا يعني. ومثل ما شفتي كمان عاملين سله رمضان، مع كل سله حشيش عم نعطي سله كادو معها، نحن باقيين هيك، ما بننطر لحتى اذا صار عندنا اسعار غليت كثير بنوقف، لا نحن مكملين، لانه الهدف تبعنا منه تجاري، والناس اللي بتيجي لعنا بتعرف انه كل خضرتنا اسعارها جيده جدا، والسلال اللي عندنا اسعارها رائعه. بس حبيت اذكر هالشغله وبقول لكم نهاركم سعيد، وميرسي سحر على استقبالكم لنا دائما، وبدي اقول ميرسي ليوم جديد يلي دائما عم يفتح لنا مجال نشرح عن الشتول ونشرح عن السله الزراعيه.
مروان حيدر خبير زراعي، شكر كبير لك لانه دائما كمان بتكون معنا لنحكي اكثر عن البلانتيت وعن الخضار وعن الفواكه وعن الازهار، هذا شيء بفرفح القلب بهالايام يلي عم نقطع فيها يلي كلها اخبار بشعه، بالقليل الطبيعه بتاخذك على عالم ثاني بتنسى همومك، انا بدي اشكرك يا مروان، يلا الى لقاء جديد اذا الله راد. اصدقائنا المشاهدين نحن متابعين معكم رحله يوم جديد، ما تروحوا لبعيد ولكن من بعد ما ناخذ هالبريك الاعلاني ونواصل.